أكد الرئيس السيسي أن الإرهاب كان يستهدف أن نفقد جزءا غاليا من أرضنا، وأشار إلى أنه رغم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب إلا أن حجم الشائعات والأكاذيب والافتراءات التي تواجهها مصر غير طبيعية. هي الحرب بتاعت الإرهاب خلصت؟ طب ما لغاية دلوقتي في حجم من الشائعات والأكاذيب والافتراءات غير طبيعي، آخرهم الكلام اللي اتقال خلال الأسابيع الثلاثة اللي فات ولا الشهر اللي فات، لما اتقال إن قناة السويس، وكلام يعني أنا عارف إن المصريين منتبهين لده ومش هيصدقوه، لكن اتقال كده، اتقال إن إحنا بنفكر نبيع قناة السويس، وفي عرض مش عارفين في، حتى عملوا لي يعني جمعوا كلامي ده وعملوا منه فيلم كده وخرجوه على ان احنا الكلام ده. انا قلته يا محمد، قال لك بتريليون دولار الموضوع هيتباع بايه؟ تريليون دولار هنبيع القناة. بغض النظر عن الكلام دوت كارقام وكده، انا عايز اقول هتفضل العملية عملية محاولة عرقلتكم، مش انتوا بس، كلنا مصر مستمرة وهتستمر.